أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل معارك الحديدة بعد إعلان القوات العسكرية والمقاومة الشعبية تقدمها شرق مدينة الدرهمي والتخوفات الأممية من الكلفة الإنسانية. قالت مصادر عسكرية في لواء العمالقة أن قوات اللواء سيطرت على الأجزاء الشرقية لمدينة الدرهمي، وأكدت المصادر انتشار قناصة ميليشيا الحوثي فوق أسطح المنازل والمساجد. المصادر قالت أن القوات تمكنت من التقدم بعد تطويق المنطقة من 3 محاور ووصول تعزيزات متتالية خلال الأيام الماضية. تأتي هذه التطورات في ظل إطلاق أبناء مديرية الدرهمي مناشدات عدة للمنظمات الدولية من أجل التدخل لفتح ممرات آمنة لإخراج السكان من داخل المدينة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يتغير المشهد العسكري بعد عودة معارك الحديدة، وما انعكاس هذه المعارك على الوضع الإنساني في مناطق المواجهات؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. معارك عنيفة تشهدها مدينة الدريهمي بعد دخول قوات لواء العمالقة مركز المديرية. وافدت مصادر عسكرية في اللواء عن اقتحام العمالقة للأجزاء الشرقية من المدينة والسيطرة على مدرسة الزهراء ومنطقة السنترال. فضل الله تعالى وفضل الويه العمالقة تطهير مركز الدريهمي بالكامل شمالا وجنوبا، وتم التمشيط عليهم. التقدم العسكري في الدريهمي يسير بشكل بطيء، وذلك يعود وفق المركز الإعلامي للعمالقة إلى الحرص على تجنيب المدنيين أي خطر، حيث نشرت ميليشيا الحوثي الكثير من القناصين فوق أسطح المنازل والمساجد داخل المدينة. الاشتباكات العنيفة جعلت سكان الدريهمي وسط نيران ميليشيا الحوثي وبلا حماية من التحالف، مما أدى إلى علوق مئات الأسر التي لم تستطع وفق مصادر إعلامية مغادرة منازلها بسبب انتشار قناصة الحوثي. أكثر من إغاثة وجهت لإنقاذهم، إلا أن سكان الدريهمي لا مجيب لأصواتهم رغم الدعوات التي طالبت بالتدخل السريع لفتح ممرات آمنة لإخراجهم من جحيم الحرب. واكتفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإعراب عن قلقها من مصيرهم المجهول وسط حرب بلا أفق. ينضم إلينا من الدريهمي في الحديدة قائد مقاومة جبهة الدريهمي إبراهيم اللحجي. أهلا بك أخي إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية، ما الذي تم تحقيقه حتى اللحظة بالنسبة لقوات الجيش والمقاومة في معركة الدريهمي، وكيف تبدو الصورة في المنطقة؟ الحمد لله القائل وما النصر إلا من عند الله. المعركة في الدريهمي كانت تتركز على تحرير مديرية الدريهمي وقطع خطوط الإمداد من جميع الاتجاهات، وتم محاصرة الدريهمي من جميع الاتجاهات، ولم يبقى مع الميليشيات إلا أن تسلم أنفسها أو تموت. والمنطقة الدريهمي تعتبر منطقة استراتيجية لأنها تمتد أشجار كثيفة من امتداد الساحل الغربي إلى منطقة المحطة المسعودي. يشارك بيت الخط الرابط بين بيت الفقيه والحديدة، الحديدة تعز. ويعتبر أهمية هذا الخط إمداد خطوط الإمداد عليهم الحديدة كيلو 16، الدريهمي، الجاح، الفازة، وهي منطقة تعتبر إن شاء الله بإذن الله خلال الساعة القادمة محررة كامل. والمواطنين داخل الدريهمي الذين يتعرضون للظلم من الميليشيات الحوثي، نحن في المقاومة معنا لهم خطوط لكي يخرجوا منها، لكن الحوثيين يرفضون. ومن هنا على الهواء مباشرة نعلن أننا معنا خط من جنوب مديرية الدريهمي منطقة لخروج المواطنين، ومن الغرب منطقة لمرور المواطنين ونستقبلهم، ومعنا مخيمات للنازحين وكل شيء مرتب، لكن ميليشيات الحوثي تعبى إلى أن يتخذوا المواطنين دروعا بشرية لهم. طيب الآن ما هي المعوقات والصعوبات الماثلة أمامكم حتى يتم تحرير المديرية بشكل كامل؟ تقول أنه ربما خلال الساعة القادمة يتم تحريرها بشكل كامل. بإذن الله لم يكن أمامنا أي معوقات ولا أي شيء، إلا المواطنين الذين يتضررون، لأن أمس تضررت أسرة كاملة
انتهت ولم يبقى منها إلا بنت فقط. وتضرر كثير من المواطنين بسبب الاحتماء من مشية الحوثي، واتخذت المواطنين دروعا بشرية لهم يستطيلون من خلفهم، وتعيق تقدم المقاومة. لا يعيق تقدم المقاومة إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى وأرواح المواطنين فقط. طيب بالنسبة لكم الآن في المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني، كيف تتعاملوا مع هذا التحدي الإنساني في ظل كما تقول احتجاز المدنيين كدروع بشرية داخل مديرية الدريهمي، وأنت استشهدت بحالة أسرة فقدت كامل أفراد الأسرة ولم تبقى سوى فتى فقط، كيف تتعاملوا مع هذا التحدي، وهل يمكن تجاوز هذا التحدي الإنساني واستكمال المعركة، أم ربما قد يكون سبب خصوصا الآن مع تعالي أصوات من قبل المنظمة الدولية المتحجة بالوضع الإنساني أن تتوقف المعارك في جبهات الحديدة مرة أخرى؟ لن تتوقف المعارك بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيتم تحرير الدريمي خلال الساعات القادمة، ونتعامل مع المواطنين. نحن من أبناء البلاد، نعرف البيوت التي فيها حوثة والذي ليس فيها، ونتعامل معهم بحذر. وسيتم دخول المديرية من اتجاهات متعددة بإذن الله في خلال الساعات القادمة، وسيزول جثام الظلم والطغيان الذين تعرضوا له أبناء الدريمي منذ عقود، وكان خاتمتها الحوثيون الذين آتوا في الأرض فسادا، لم يتركوا لا بيتا لا مدرسة لا مقر حكومي، وما أن المديرية تستقر إلى هذه الأشياء ولم يوجد فيها إلا قلة قليلة، وذلك دمرها. أصبحت الدريمي الآن مديرية منكوبة من جميع الشيء، لا ماء لا أكل لا شيء، وذلك بسبب ميليشيات الحوثي. طيب هذا الوضع بالنسبة لداخل المدينة الآن، الفارين والمحاصرين إذا ما أتيحت لهم الفرصة وخرجوا من المديرية، هل التحالف والشرعية وفروا لهم مجال للإغاثة والاهتمام والاعتناء بهم؟ نعم. الهلال الأحمر الإماراتي كنا احنا في اتفاق معهم بتوفير سلات غذائية لمن وصلوا في المناطق المحررة، ومعنا إن شاء الله مخيم سيتم إنشاءه في خلال الأيام القادمة لإيواء هؤلاء الناس. طيب يعني في جميع اللي ما يحتاجون، يعني سيتم إن شاء الله لاحقا. شكرا جزيلا لك إبراهيم اللحجي قائد المقاومة الدريهمي، كنت معنا من الحديدة، وينضم إلينا من عدن الناشط السياسي حيدرة الكازمي. أهلا بك أستاذ حيدرة. أستاذ حيدرة، إذا ينضم إلينا إلى حين جهوز اتصال مع الناشط السياسي حيدر الكازمي، ينضم إلينا من مسقط العاصمة العمانية الباحث السياسي عبد الغيلاني. أهلا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم جميعا وبالمشاهدين الكرام. إذا من جديد الحديدة تشهد معارك في إحدى جبهاتها، ربما في الجبهة الأهم الدريهمي، في ظل وجود مخاوف دولية من الكلفة الإنسانية. معركة الحديدة برأيك لماذا ما زالت تراوح مكانها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معركة الحديدة لا يمكن أن نظر إليها بمعزل عن الجبهات الأخرى، سواء الجبهات السياسية أو الجبهات العسكرية، وهي ليست الجبهة الوحيدة التي لا تزال تعيش حالة من الاستنزاف. هناك جبهات أخرى كتعز مثلا التي بدأت منذ سنوات ولم تحسم إلى هذه اللحظة. فهذه الجبهة الحيوية لا يمكن يعني معالجتها، ولا يمكن أن نظر إليها بمعزل عن الجبهات السياسية والعسكرية الأخرى. الآن يبقى السؤال، يعني هل معركة الحديدة أصلا منذ أن بدأت كانت معركة تحرير أم معركة تحريك؟ هل كان التحالف دخل هذه المعركة بقصد إسقاط الحوثيين وإقصائهم عن الحديدة وتحرير الحديدة وإعادتها إلى الشرعية، أم أن الأمر يعني هذا الحراك العسكري وهذه الحملة العسكرية التي شنت على الحديدة كانت من أجل تحريك يعني القضية على المستوى السياسي؟ أنا يبدو لي أن هناك يعني عاملين ينبغي أن يستوعبا ونحن ننظر إلى هذه المسألة. العامل الأول أن التحالف دخل هذه الأزمة اليمنية برمتها، وهو لا يملك خارطة طريق، لا يملك رؤية، لا يملك يعني مخرج استراتيجي. وآية ذلك هذا التعثر على كافة الصعد،
هناك تعثر على المستوى السياسي، تعثر على مستوى العمليات العسكرية. صحيح أن هناك بعض الأهداف قد أنجزت، ويعني مساحات مقدرة من الأرض اليمنية قد حررت، ولكن الجبهات الرئيسية لا تزال عالقة. فهناك تعثر وإخفاق على المستوى العسكري، هناك أيضا تعثرات على المستوى السياسي، هناك بطبيعة الحال إخفاقات تتفاقم يوما بعد يوم على المستوى الإنساني. وبالتالي لعل هذا يؤمي أن التحالف لا يملك خارطة الطريق ولا يملك. طيب يعني بالنسبة لقراءتك دكتور عبد الله لهذا، بالنسبة لقراءتك للمعارك العسكرية، تقول أن هناك تعثر ربما في هذه الجبهات من قبل التحالف لأنه لا يملك رؤية استراتيجية ومخرج استراتيجي لهذه الحرب. هل عندما وصلت إلى هذه القراءة هل أخذت بموضوع الضغوط الدولية المفروضة اليوم على التحالف والشرعية سواء في جبهة الحديدة أو باقي الجبهات؟ الضغوط الدولية نعم، الضغوط الدولية ليست يعني حديثة. التحالف كان يعلم معركة الحديدة علقت فترة طويلة من الزمن، وكان هناك نداءات يعني إقليمية ودولية تحذر من كارثة إنسانية قادمة فيما لو أقدم التحالف على يعني عملية عسكرية شاملة. فالتحالف دخل هذه المعركة وهو يعلم سلفا أن هناك إفرازات وتداعيات ونتائج إنسانية، والتعلل بالضغوط الدولية باتخاذها ذريعة من أجل إيقاف العمل العسكري، أنا أظن يعني هذه مسألة ليست يعني مستساغة. وأنت في الحروب تستطيع بقدر ما تستطيع أن تتجنب يعني الضحايا المدنيين. التحالف يملك يعني كثافة طيران أو يعني كثافة نارية على مستوى الطيران، وبالتالي يستطيع أن يضرب الأهداف الاستراتيجية بعيدا عن المدنيين. أنا لا أعني هنا أنه يمكن تجنب يعني سقوط ضحايا مدنيين تجنبا كليا، ولكن يستطيع أن يخفف من هذه المسألة. على أي حال التحالف كان يعلم يعني بهذا. الآن استئناف هذه المعركة، هل يمكن أن يجنب يعني سقوط ضحايا المدنيين؟ بطبيعة الحال لا. أنا في تقديري أن هذه المعركة تحديدا الآن استئناف العمل العسكري لعله يأتي في إطار تحريك الملف السياسي. نحن نعلم أن هناك مفاوضات قادمة في يعني جنيف، وبالتالي ربما التحالف يريد أن يعني يعلي من يعني حظوظه في هذه، أو يعلي من حظوظ الحكومة الشرعية في عملية التفاوض هذه، وإن كان حتى هذا المشروع السياسي لم يتبلور على نحو يعني كلي إلى هذه اللحظة، وإنما هي دعوة لجمع الفرقاء اليمنيين يعني المختلفين. ولكن أنا في تقديري أن يعني وصلنا اليوم بعد 4 سنوات وصلنا إلى قناعة أن الحل ليس عسكريا. يمكن للعمل العسكري أن يحدث تحول نسبي في موازين القوى، وبالتالي يمكن أن يعطي شيء من الثقل للمفاوضين السياسيين، ولكن يعني أن يصار إلى حل الأزمة اليمنية عبر الحلول العسكرية أظن أن هذه المسألة باتت اليوم متعذرة، بدليل أنه مضى على التحالف 4 سنوات ولم يستطع أن ينجز عملية التحرير بشكل كلي، بل حتى يعني على النحو الذي يجبر الحوثيين على إبداء تنازلات في التفاوض السياسي. طيب. إذن لا مفر من الحلول يعني السياسية. لكن دعني أقول شيئا، التحالف ليس عجزا ذاتيا، بمعنى أن هذا التعثر وهذا التلكؤ وهذه الإخفاقات العسكرية ليس لأن التحالف عاجز عن منازلة الحوثيين وإسقاطهم، ولكن لأن هناك إرادة دولية. الأزمة اليمنية اليوم، الملف اليمني اليوم برمته صار مرتبطا بإرادات دولية. اللاعب الدولي الولايات المتحدة هو حاضر في هذه الأزمة، وبالتالي هناك يعني إرادات سياسية هي التي تحول دون يعني إكمال هذه العمليات العسكرية سواء في تعز أو في يعني الحديدة أو في غيرها. طيب سأعود لك دكتور عبد الله، نشارك معنا بالنقاش من عدن الناشط السياسي حيدر الكاظمي. أهلا بك أستاذ حيدر. إذن استئناف للمعركة في الحديدة وتحديدا في الدريهمي بحكم نشاطك في ملف الحديدة، ما هي المعلومات المتوفرة لديك الآن حول الوضع الإنساني في المديرية بداية؟ الدريهمي تعيش مأساة كبيرة، وقبل المعلومات التي وصلتني قبل قليل قبل الاتصال من المناطق التي نزحت إليها الأهالي والمواطنين، الإرادة الدولية السياسية التي توقف العمليات العسكرية في الدريهمي لماذا لا تستخدم إرادة دولية لإغاثة الدريهمي والتدخل العاجل لإغاثة المواطنين ومن النازحين؟ الصليب الأحمر إلى الآن يوعد الناس وناشطين من الشباب في الدريهمي، يتواصلوا مع بعض الجهات يوعدهم بعد ساعات بالدخول، ولا أي تدخل للصليب الأحمر لكي ينقذ المتضررين والجرحى من المدنيين.
قبل قليل قبل نصف ساعة من المواطنين يتصل ويتحدث باستغاثة ويدعو إلى توجيهها للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بإغاثة الجرحى في بداية الدريهمي. قبل نصف ساعة تم دفن أحد الجرحى، لم يستطيعوا إسعافه، وهناك جريح آخر، وهناك 50 جريح من المدنيين بينهم 15 طفل. بالأمس دفن أطفال داخل بيوتهم، وهناك 3 أطفال الذين استطاعوا الخروج من الأطفال الجرحى والذهاب إلى الخوخة، وبعض المستشفيات في المخا لم تستقبلهم، ومنها أطباء بلا حدود معهم. هناك فرع في المخا مدعو من استقبال الجرحى من المدنيين من مديرية الدرهمي. 50 جريح من المواطنين بين النساء وأطفال، وهناك كذلك المحافرين. كثير من المدنيين زحفوا مشين على الأقدام، خرجوا على الحمير وخرجوا إلى منطقة النخل وإلى الفازة وإلى القرى القريبة من الدرهمي. تعيش مأساة كبيرة قبل دخول الأليات العمالقة والقوات المشتركة وأثناء الدخول. من قبل عاشت بشكل مأساوي، أغلقت المحلات التجارية، منعت وصول المواد الغذائية، تم إيقاف المنظمات الدولية من قبل الميليشيات الحوثية وتم منعها من الدخول. تمركز الميليشيات الحوثية في مباني المدنيين وفي وسط المساكن وتحويلها إلى مكارث. المدنيين يعيشون في مأساة كبيرة في مديرية الدرهمي. طيب، هو لو نركز بشكل كان ربما أشار لهذه النقطة الأخ إبراهيم اللحجي قائد المقاومة في مديرية الدرهمي عن وضع المدنيين المتواجدين داخل المدينة أنهم محاصرين وممنوعين من المغادرة، مع أنه ذكر أن المقاومة ربما القوات المشتركة وفرت مخرج جنوبي من المديرية لخروج المحاصرين. هل هذه المعلومة صحيحة أنهم محاصرين ويستخدمون كدروع بشرية وممنوعون من المغادرة؟ هم في بعض الاماكن، لانه في بعض المناطق في مدينه الدرهمي سواء كانت الغربيه او الشرقيه او الجنوبيه لانها تتوزع على اطراف مدخل مدينه الحديده الدرهمي. هناك البعض استطاع ان ينزح جهه منطقه المسعودي من خط اللاويه الى الخط الواصل بين الحديده وتعد، البعض مشين على الاقدام او عبر البغال والحمير. في من جهات اللي وفرتها المقاومه والجيش الوطني اللي هي جهات منطقه الفازه والنخل وبعض المناطق، هذه المناطق لا يسيطر عليها احد، نزح اليها المدنيين. هناك بعض الخطوط، لكن هناك جرحى لم يستطيعوا الخروج من مديريه الدرهمي، اصيبوا بسبب الاشتباكات، فيتطلب تدخل من المنظمات الدوليه على رسم الصليب الاحمر، لانه هناك صعوبه دخول القوات المشتركه وممكن تزيد الحاله اكثر سوءا اذا زادت الاشتباكات داخل مركز المديريه. طيب، ساعود لك استاذ حيدر، اعود لدكتور عبد الغيلاني من مسقط. دكتور عبد الله، تقول ان هناك اراده دوليه هي من تمنع حسم المعركه من قبل التحالف والشرعيه، باستئناف المعركه اليوم في الحديده، هل يمكن القول ان التحالف تمكن من تجاوز هذه الضغوط الدوليه؟ كلا. انا كما قلت ان عوده هذه المعركه، طبعا هي معركه تفصيليه، معركه جزئيه، ليست معركه يعني كليه او معركه استراتيجيه. يعني يبدو لي ان هذه المعركه هي من اجل تحريك الملف السياسي واكتساب مزيد من الثقل في التفاوض السياسي القادم. وسنشهد، انا في تقديري ان الحوثيين كما شهدنا في يعني معارك الحديده السابقه، الحوثيين لن يستسلموا بسهوله، وكما اشار الاخوه الضيوف يعني الذين تحدثوا قبل قليل ان يعني قد يعني درج الحوثيون على استخدام المدنيين كدروع بشريه، ولن يعني يتوقفوا عن هذا، وهذا ربما يحد من يعني النجاحات العسكريه التي يمكن ان يحققها يعني التحالف. لكن في تقديري ان هذه المعركه لن تكون او هي ليست معركه استراتيجيه بقدر ما هي معركه تفصيليه تاتي في اطار يعني معركه الحديده الكليه، بدليل ان الحوثيين لا زالوا يسيطرون على المفاصل الرئيسيه في يعني المدينه، وبالتالي هي معركه تحريك للملف السياسي واطفاء مزيد من الثقل السياسي لحكومه الرئيس هادي، وهي ذاهبه الى هذا يعني التفاوض السياسي. وربما نشهد خلال الساعات القادمه او الايام القادمه تدخلات دوليه واصوات تنادي ب يعني ايقاف المعارك، تذرعا بال يعني الخسائر يعني الانسانيه. فيبدو لي ان التحالف يعني انا ارى انه لا يزال يعمل في اطار هذه السيناريوهات السياسيه الاقليميه والدوليه،
ولا يستطيع الخروج عليها او التمرد عليها، اذ ان التحالف لو كان يملك رؤيه يعني استراتيجيه كليه، ولو كان يملك اراده مستقله لاستطاع ان ينجز عمليه التحرير قبل يعني هذه المده. نتحدث اليوم عن 4 سنوات مضت ولا تزال عمليه التحرير لم تنجز انجازا كليا، بل ان الاسخان في الحوثيين يعني على النحو يعني. طيب دكتور عبد الله، تقول ان هدف المعركه الحالي الان، الهدف الاني كما تقول، هو ربما بهدف تحريك الملف السياسي من قبل التحالف حتى يعلي من يعني ثقله على طاوله المفاوضات المرتقبه في ايلول سبتمبر القادم بحسب التصريحات الامميه. ماذا عن وضع الميليشيا الحوثي لحين ذلك الوقت في حال استمرت هذه المعارك؟ ميليشيا الحوثي، انا يعني في تقديري ان التحالف ليس جادا في اضعاف الحوثيين على النحو الذي يجعلهم يعني يقدمون تنازلات في التفاوض. يا اخي الكريم، نحن نتحدث عن 4 سنوات تقريبا. الحوثيون استطاعوا اسقاط الحكومه الشرعيه في سبتمبر 2014، ونحن اليوم على ابواب سبتمبر 2018، نتحدث عن 4 سنوات كامله و3 سنوات ونيف على بدء أو على الشروع في يعني عاصفة العزم، ومع ذلك لم يستطع التحالف بقبضه وقضيضه أن ينهي هذه المعركة وأن ينجز عملية التحرير. إذن وراء ذلك أنا لا أفهم إلا التالي، أن وراء ذلك قرارا سياسيا إقليميا ودوليا ربما يقضي بعدم القضاء على الحوثيين وعدم إسقاطهم نتيجة يعني معادلات إقليمية ومعادلات دولية. لا تفسير لدي لعجز التحالف عن إسقاط الحوثيين، بل أن التحالف يا أخي الكريم لم يمكن الحكومة، حكومة الرئيس هادي، حتى من إدارة المناطق المحررة. لا تزال حكومة الرئيس هادي رهينة عندما كانت خارج اليمن في الرياض، وهي اليوم يعني في عدن، لا تزال رهينة للميليشيات والتجمعات يعني العسكرية التي أنشأها التحالف. إذن هناك سيناريوهات سياسية هي التي تحكم مسارات الأزمة اليمنية، وليس بالضرورة المسار العسكري الذي يقوده التحالف وحده. أشكرك جزيلا عبد الغيلان الباحث السياسي، كنت معنا من مسقط في عمان. شكرا لك. أعود لضيفي من عدن الناشط السياسي حيدر الكازمي. أستاذ حيدر، إذن الوضع الإنساني والتذرع بالوضع الإنساني هو الآن ربما الأبرز في الصوت الدولي، ربما في المرافق لمعارك الحديدة. هل يمكن بهذه الأسباب بسبب الوضع الإنساني، هل يمكن أن نشهد توقف مرة أخرى لمعارك الحديدة؟ وأيضا وفق متابعاتك لسير المعارك الآن، هل هناك تجنب وتحسب للحد من الخسائر في الصفوف المدنية من قبل أطراف الحرب المشاركة في المواجهات الآن في الدريهمي؟ كل شيء ممكن يكون بارز ومتوقع في حالة الحرب والمعارك التي تسير، ومن ضغوطات المجتمع الدولي ومن السيناريوهات السياسية قد يكون بسيناريوهات الإغاثية والوضع الإنساني في الدريهمي يعكس على مدينة الحديدة في القريب العاجل. فإذا الوضع الإنساني بهذا الشكل في مدينة الدريهمي في انعدام الغذاء والدواء وعدم القدرة على إسعاف الجرحى إلى الآن داخل المديرية، رغم وجود بعض أو طريق واحد للخروج، فقد يعكس على سير هذه العمليات. فنرجو من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الضغط في عملية الوضع الإنساني وإغاثة المدنيين في مديرية الدريهمي. الوضع ما زالت تتمركز ميليشيات الحوثي في مساكن المدنيين وتفرض حصارا على عمق المركز في المديرية، ولم يستطيع الأهالي البعض منهم الخروج، بعضهم أصابتهم بعض القذائف من الاشتباكات وجرحوا، تقام لهم إسعافات أولية فقط، لم يستطيعوا إسعاف الآخرين. نرجو أن ينعكس الوضع الإنساني على هذه المعارك ويجد المدنيين مخرجا لإغاثتهم وخروجهم من وسط الاشتباكات في مديرية الدريهمي. أشكرك جزيلا حيدر الكازمي الناشط السياسي، كنت معنا من عدن. وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المولى، في أمان الله.